لم يُحسم جدل إقالة ناظم الزهاوي من منصبه في الحكومة ومن رئاسة حزب المحافظين، مع تعالي أصوات منتقدة للاستعجال في فصله من الحكومة، وأخرى معارضة للتأخير في فصله من منصبه الوزاري رغم الوقائع الثابتة. الأسئلة تتزايد بشأن طرد الزهاوي من الحكومة. بينما يتمسك ريشي سوناك بانه تصرف بشكل صحيح ونزيه بعد تحقيق مستقل في ملابساته الضريبيه استغرق اسبوعا فقط وخلص الى ان الزهاوي خرق قواعد وزاريه ما يمكنكم محاسبتي عليه هو ما الذي فعلته حيال ذلك وما فعلته بمجرد علمي بالقضيه هو تعيين شخص مستقل للنظر في الامر <applause> وزيره الدوله المكلفه بشؤون الصحه هيلين وايتلي دافعت عن تصرف سناك مؤكده انه اتبع مسارا منصفا للتاكد من ان الحقائق محدده في الملف من جهتهم قال حلفاء لزهاوي ان لديهم مخاوف من الطريقه التي جرى بها التحقيق والذي ادى الى اقالته المعارضه واصلت توجيه سهام انتقاداتها الى سناك مطالبه بالكشف عما كان يعرفه عن وضع الزهاوي قبل تعيينه في الحكومه فيما قضايا التنمر وتصرفات بعض الوزراء تلاحق مصداقيه ونزاهه سناك التي تعهد بها لحظه اختياره مصطفى زارو الحدث لندن